سألني عن خطاب السيد. في مبادرة كويتية اجت على لبنان، صح ولا لا؟ صحيح. تنقلت هيدي بين بعبد عين التينة رئاسة الحكومة. في شقفي عم تلاحظ الصمت الذي يرافق المفاوضات والأخذ والرد الذي له علاقة ببنود المبادرة الكويتية. هناك شغل أساسي. حتى السيد نصر الله قال نحن نشجع الحوار بس ما تلزمونا بوقت زمني. عم قل لك هناك شغل أساسي بموضوع بنود المبادرة الكويتية، وكان المطلب الأساسي اللي كان إيه لي شرف أيضا بال180 بوست أنه أحكي عنه. أول مطلب كان هو وقف الحملات الإعلامية والسياسية، صح ولا لا؟ طيب هون يسجل لرئيس ميري بهذه النقطة أنه أخذ على عاتقه في هذه المسألة أنه هو يحكي مع السيد حسن ومع حزب الله بأنه تعليت السقف بالخطاب الإعلامي والسياسي بده بلش يوطى، هذا السقف بده بلش يوطى. لمسناه بأول إطلالة لسماحة السيد، كان ما كان عالي. ما لاحظت هذا الخفض في مسألة تعليت السقف. عم رائب أني أيضا بالمقابل وسائل الإعلام الخليجي وتحديدا السعودي أيضا بدأ هذا المنسوب ينخفض، معناته أيضا بمسألة المبادرة الكويتية هناك شغل أساسي عم ينشغل بصمت. برجع لرياض سلامي. قبل رياض سلامي بس بهالنقطة بقول لك بموضوع رياض سلامي نصيحة له. ظننت أن هذه الطبقة السياسية ستكمل معروفة معك بإكمال هذه المظلة، معتقدا أن ما تملكه من معلومات وفضائح عنها سيردعها عن التخلي عنك. هذه الطبقة السياسية جاهزة أنه تعمل الديل الدولي وتكون أنت كبش محرقة. حضر حالك تكون كبش محرقة، وياريتك قبلت مع إيمانويل ماكرون الخروج الآمن، لأنه هلأ يمكن يصير هذا الخروج الآمن ولكن سيسبقها بهدلة معتبرة. في اتفاق على بديل؟ يعني التيار الوطني الحر عنده بديل؟ مش الطيب، هذا المسألة بدها تصير بالتوافق الوطني. في مواقع بالدولة اللبنانية لا تحصل إلا بالتوافق. إيه بس البعض بيقول أو بيقول إنه اليوم كل اليوم هذه الحرب أيضا لأنه بالمرحلة المقبلة في حال فراغ رئاسي ضمان مقعد مهم يعني كحاكم مصرف لبنان على الطاولة بالمفاوضات المقبلة يكون الوزير. إذا نحن بحالة انهيار مالي ونقدي. برأيك الداخل سيكون له الكلمة الفصل في تعيين حاكم مصرف لبنان أم الخارج؟ هناك شخصيات يزكيها الخارج في هذا الإطار. عظيم. سؤال أخير، كيف شفت من اللي بكلام اليوم سيد حسن نصر الله المواجهة مع الأمريكيين وصل ليقول أنه في ضباط أمريكيين باليرزي والسفيرة الأمريكية لازقة باليرزي وبتضلها هناك؟ للتوضيح كمان أيضا هو بيعرف والمحيطين فيه بيعرف لسماحة السيد وكل الدولة اللبنانية بتعرف والأحزاب اللبنانية بتعرف، تاريخيا هناك تعاون بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة الأمريكية، تعاون عسكري وتعاون مع الجانب الفرنسي والإيطالي والإماراتي في تعاون عسكري. بالتالي الأمريكيين بيجوا على اليرزي قبل 90 والأمريكيين بيجوا على اليرزي بعد 90، وبالتالي أنا ما عم بقراها هذا التعليت السقف لأنه يبدو في معلومات مغلوطة عم توصل لسماحة السيد، يفترض أنه أن يتم تصحيحها وهذا التصحيح أن يحصل بقناة اتصال مباشرة. أنا باعتقادي أنه مثل الضيع بالزمان، أنه وقت الجارة بدها عايزة جارتها بشي بتطلع على السطح بتعيط لها من السطح على الميل الثاني. تعليت السقف من السيد نصر الله باتجاه قائد الجيش تحديدا وكأنه يدعوه اتفضل صار لازم نقعد لنحكي. أنا مش ما في تواصل مباشر بين الجيش والمقاومة، جيش وحزب الله أو مش المقاومة. بين العماد جوزيف عون وحزب الله هناك قناة اتصال.
بس كيف بيعرف مين بيتولاها؟ كمان انت عم بتقول موجود من التسعين وقبل التسعين وبعد التسعين، وحزب الله لأول مرة اليوم بيروح لهذا الانتقاد المباشر. ليش؟ بالسياسة أيضا. بالسياسة ليش؟ لأنه بيعتبر أنه جوزيف عون هو مرشح أساسي لرئاسة الجمهورية. لرئاسة الجمهورية، وهو لا يرغب بالأمر. وبالتالي إذا كان مرشح أساسي لرئاسة الجمهورية لازم يصير في حديث مباشر. أوكي. هذا الأمر استخدم قبل، بس لكم بالصورة. أنت يمكن الناس ذاكرتها قصيرة. كان في تعلية سقف على الجيش بالألفين، بعد الألفين، وقت ميشيل سليمان، وقت العماد ميشيل سليمان، وقت الألفين وستة، وحصل عندما حصل اللقاء المباشر بين سماحة السيد وقائد الجيش في حينها توضحت الكثير من الأمور. يعني باعتقادي أن هذا الكلام للسيد حسن نصر الله بتفسيره وبتجربتي هي دعوة لكي للجلوس المباشر. We need to talk يعني. للجلوس المباشر للحديث في كثير من الملفات.